ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين، فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟ لا يشك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن من سب الله أو رسوله أنه كافر مرتد عن دين الإسلام، فإن شك فهو مثله، الذي يشك في ردة هذا هو مثله. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.